الفيديو بتاعنا الثاني عن الشابتر الأول في الهيومن فيسيولوجي، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الهوميوستيزيس. This video was made possible because of دكتور طارق الحكيم، فكل الماتيريال في الفيديو ده جايبه من كتاب The Core Volume 1. You could check it out, it's an amazing book. نبدأ بالهوميوستيزيس والديفينيشن، التعريف بتاع الهوميوستيزيس، which is the body's ability to maintain a constant internal environment. قدرة الجسم على إنه يخلي البيئة الداخلية ثابتة لحد معين. ولما نتكلم عن البيئة الداخلية الـ internal environment of the body، بنقصد الـ extracellular fluid، اتكلمنا عنه في الفيديو الفات. والـ extracellular fluid لأنه هو اللينك أو الرابط بين الجسم والبيئة الخارجية. فبمعنى تاني، homeostasis is the ability of all the organ systems of the body. والorgan systems اتكلمنا عنهم في الفيديو الفات، قدرة الجسم أو قدرة أعضاء الجسم إنها تخلي ثبات في البيئة الداخلية للجسم، يعني ما يحصل تغير في البيئة الداخلية للجسم. وهوميوستيزيس هو الأساس بتاع الفسيولوجي، يعني أي شابتر حنقرأ في الفسيولوجي حنقرأ إنه كيف الأعضاء بتعمل الهوميوستيزيس أو كيف بتخلي بيئة الجسم مستقرة. الهوميوستيزيس بيشتغل في 5 حاجات اللي هي اللي احنا سميناها البيئة الداخلية بتاعت الجسم. والخمس حاجات دي، الأولى extracellular volume اللي هي كمية السوائل في الجسم، then عندنا extracellular osmolarity اللي هي كمية الأملاح في الجسم، extracellular pH اللي هي الحمضية أو القلوية في الجسم، extracellular fluid pressure اللي هو ضغط الدم، وعندنا extracellular temperature اللي هو درجة الحرارة في الجسم. And now نجي نتكلم عن الـ organ systems examples لها وكيف إنها هي it contributes للـ homeostasis. The cardiovascular system by increasing the heart rate and the contraction force، بإنه يزيد عدد ضربات القلب أو قوة الضربات، بيحصل maintenance للـ blood pressure لضغط الدم. The respiratory system by increasing or decreasing the rate of breathing، وبالغاز اكسشينج اللي بيحصل بتعمل لنا maintenance للـ extracellular fluid pH الحمضية أو القاعدية بتاعت الجسم. The endocrine system وبإنه يفرز هرمونات بيتحكم في الـ temperature بتاع الجسم. The renal system والرينال سيستم بأنه يزيد أو يقلل كمية الأملاح وكمية الفلويد اللي بتطلع في اليورين في البول، بيتحكم لنا في الأوزمولاريتي والفوليوم of the fluids and the pH. then عندنا النيرفوس سيستم، والنيرفوس سيستم بيتحكم في كل الفاريبلز اللي تكلمنا عنها، الفوليوم، الPH، الأوزمولاريتي، البريشر and the temperature through what we call reflexes بردات الفعل. مثلا الـ pain avoidance، إنه لو في حاجة بتجرحك بتبعد يدك منها، فدي حاجة من الحاجات الممكن تسميها homeostasis of some kind. then عندنا مثلا a thirst لما تعطش وتمشي تشرب موية، or the hunger إنك تجوع وتمشي تاكل. so all these reflexes بتساعد في الـ homeostasis. عندنا الـ integumentary system وده بيتحكم في درجة حرارة الجسم بكمية العرق السويت اللي بيفرز في الجلد، والعرق اللي بيفرز ده لما يجي هوا بيحصل له evaporation، والحاجة دي بتقلل البودي تمبريتشر. another example is the muscular system، والعضلات لما يحصل muscle contraction بيحصل production of heat، السخانة بتحصل بتزيد في الجسم لما العضلات يحصل لها contraction اللي هي انقباض في العضلات، وده السبب انه الواحد لما يكون في جو بارد مثلا بتحصل حاجة اسمها shivering اللي هي الرجفة في الجسم، لانه الجسم بيولد حرارة بانقباض العضلات. So in a nutshell, homeostasis allows us to live in a different external environment. بمعنى انه الهوميوستيزيس بيخلي الانسان يعيش في بيئة مختلفة، وفي نفس الوقت الجسم الـ internal environment بتاعته ما بتتغير كتير. يعني for example الناس اللي بتعيش في hot or cold climate
الناس بتعيش في جو بارد او في جو سخن، في النهايه لو جبتهم حيكون الكور بودي تمبريتشر بتاعهم اباوت 37. فده بيعني انه الجسم بيتحكم في البيئه الداخليه بتاعته ريجاردليس اوف البيئه الخارجيه عامله كيف. ودي هي فكره الهوميوستاسيس. So that will be it for this video. This will be part one عن الهوميوستاسيس. في الفيديو الجاي هنتكلم عن الكنترول ميكانيزمز اوف هوميوستاسيس. So until the next video, thanks for watching.